بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: بداء الله في إمامة إسماعيل ونشأة الإسماعيلية، هو تخبط الشيعة على عدم وجود دليل في الإمامة وطعن بعلم الله تبارك وتعالى. أخوتي أحبتي الكرام، هذا موضوع كان ولا زال يثار وأثير في القنوات المعادية لفكر محمد وآله. وتعرفون أخوتي الكرام، يستدل بأي شيء ممكن للحط من قضية الإمامة. وأي موضوع ممكن أن يستغلوه ضد موضوع الإمامة. موضوع إمامة إسماعيل ونشأة الفرقة الإسماعيلية، وهذا الموضوع أخوتي يتمحور بثلاث محاور مهمة جدا شباب. المحور الأول: إمامة إسماعيل كان المتوقع المفروض الكلها، يعني هذا الماشي والقنوات النواصب، وأن المتوقع أن الإمامة في إسماعيل عندما توفي صارت صدمة عند الشيعة، ففرقة منهم قالوا لا، أنه لم يتوفى ومضت القضية، والقسم الأغلب ذهب إلى موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني: بدا الله في قضية إسماعيل وفي إمامة إسماعيل، وذلك أن الشيعة، طبعا هذا زعم، وحتى العنوان عندما أقول بدا الله في إمامة إسماعيل ونشأة الإسماعيلية وتخبط الشيعة على عدم وجود دليل في الإمامة وطعن بعلم الله، هذا لسان حال المعادي، لسان حال الناصبي، وشبهة ممكن ترد حتى في فكر الشيعي الرافضي، أقصد أنه هذه الشبهة تثار. فهذا أغلب، يعني خلي عندك هذا الأمر، أن أغلب مواضيعي قد تكون بلسان حال المعادي، حتى شبهة تطرح بوضوح وناقشها. فبدأ الله شنو؟ الله تبارك وتعالى كيف بدأ الله في أمره؟ وكيف يمكن للبداء أن يكون في قضية الإمامة؟ وكيف يمكن كانت في إسماعيل وأصبحت في موسى بن جعفر عليه السلام؟ وهكذا الأمور القضية ونشأة الفرقة الإسماعيلية. أخوتي الكرام أحبتي، جاء في بصائر الدرجات هناك جملة من الروايات سأقوم بعرضها، وتنزلا للأخوة أحاول جهد الإمكان أقلل من الوقت. جملة من الروايات فهم منها فهما خاطئا. أولا أريدكم تعرفون أخوتي الكرام، البداء ما يكون في الأصول، ما يكون في العقيدة، يعني ما يصير يبدو الله في أمره ويحرم زواج المتعة، يقولوا لا مثلا كان زواج المتعة بدأ الله في أمره، هذه ثوابت. ما يصير بدا البدا وين، الإمامة وين؟ أخوتي الكرام، الإمامة تاج على رأس البدا، يا بدا الإمامة مقام أصول عالي، ما يصير بي بدا، ما يصير واحد يجي يقول الإمام الحجة ما راح يظهر بدا يبدو الله في أمره. شنو هالخربطة هذه؟ مقالة كفر هذه، انتبه شاب. البدا في الأمور التشريعية وفي الأمور في العبادات والمعاملات، يعني between two parentheses، بين قوسين، البداء يكون في العبادات وفي المعاملات، انتهت. هاي الضابطة عندك، أي واحد يحكي وياك في قضية بداء أنت ارجع إلى الضابطة، إلى القاعدة. شنو القاعدة؟ شلون تتذكرون في المهديون الـ12؟ قلت لك دائما خلي عندك قاعدة ثابتة، الأصل أن وجود الإمام الحجة يجب أن يكون موجود، فإذا كان يكون موجود ما عندك تفسير آخر إلا أن المهديون يكونون في حياة الإمام الحجة سلام الله عليه. شرحنا سابقا ودفعنا هذه الشبهة ببركات الله تبارك وتعالى وبأنفاس الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه.
والبداء خلي عندك ضابطة في العبادات والمعاملات، ما تصير البداء مثلا أنا مقدر لي أعيش 70 سنة، تصدقت أو عملت عملا أطال الله في بسببه أطال الله في عمري 90 عاما، بدا الله في أمره، وهسه راح نجي شنو البداء. هذا ممكن، هذه معاملة. عبادة مثلا من وصل رحمه أو إلى آخره من الحديث، أو في زيادة الرزق مثلا المواظبة على صلاة الليل يزيد الله في رزقه، طبعا مع القدرة على صلاة الليل. إذا واحد يجي يرعش قلبه من التعب ما يقدر يصلي صلاة الليل. المهم هاي الأمور يكون فيها بداء. أصل القضية الإمامة ما بيها بداء، الإمامة ما بيها بداء، انتبهوا. طيب إذا راح تسألني سؤال، تقول زين شيخنا إذا كانت الإمامة ليس فيها بداء، شنو هذه الأحاديث عن في بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار صفحة 492 طبعة 1404 عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل فأبى الله إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى عليه السلام. هذا واحد. وعن أبي عبد الله عليه السلام في بحار الأنوار جزء 47 صفحة 269 الطبعة الثالثة إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني. وبعدين هاي الروايات التي استدل منها على أن الشيعة ليس لديهم دليل، إنما والله يا أخوتي الكرام المشكلة كلها بيننا وبين النواصب عدم فهم النواصب لمباني الشيعة. وأتشرف وعلى رأسي كل الذين يدافعون عن العقيدة ونيتهم صافية، ولكن ما جاي يشفون القلب، يعني دائما الأطروحة ملوثة بتلوث ناصبي، ماكو أطروحة صريحة 100%. أخوتي الكرام قضية محمد وآله، حتى العمامة، أخوتي الكرام العمامة أهينت بسبب الإدارات الحوزة الخاطئة، والله العظيم العمامة إذا لبست بحقيقتها تهتز الجبال لأجلها، الأرض تقف على قدمها. هذه إذا مثلت أهل البيت فعلا، إذا طرح فكر أهل البيت بالفكر الصحيح، أقسم بالله سياسة العلماء وسياسة الحوزة أضعفت العمامة. سأطرحه موضوع مستقل وأنت صير الحكم، قول يا شيخنا أنت كذاب ابن كذاب، والله أقبلها منك وما أمسح تعليقك. اسمع فقط مني شلون أضعفوا العمامة وطيحوا حظ العمامة، إدارة الحوزة، سياسة الحوزة، منهج الحوزة، وأنت أحكم. قصدي من هذا الطرح فكر أهل البيت يوقف الدنيا على قدمها، ما تستطيع، لأنه علم مفحم ما تقدر. كل المشكلة في عدم فهمهم للنصوص، في عدم فهمهم للقضايا. يعني هسه هذه في قضية البداء، البداء ما تصير بالإمامة لا من بعيد ولا من قريب. قد تقول لي زين شيخنا كيف في كتاب التوحيد عن الصادق عليه السلام ما بدا الله بداء كما بدا له في إسماعيل إذ أمر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم، هذا همني أنا نبي وابن نبي. وفي قضية إسماعيل عليه السلام أيضا لدينا رواية تتحدث عن البداء، سأمر بداية كلها. هو عدم فهم البداء. خلوني أوضح لكم قضية. الأئمة الـ12 عليهم السلام صلوات ربي وسلامه عليهم، هذه من ثوابت الإسلام، من ثوابت الدين، من عمود الدين. لولاهم لما تتم رسول، ما تتم رسالة رسول الله. هذه مو رسالة رسول الله، ما بعثها الله تبارك وتعالى إلى البشرية، مو بعث رسول الله. هذه الرسالة تكملتها الأئمة الـ12 أخوتي الكرام. هذه ثوابت قانون إلهي كما قدر للدنيا أن يكون رسول الله. وهو يقول لك ليش تتحكي هواية، مو هي هذا الموضوع، هو هكذا، شلون تريدني أفهمك؟ كما قدر لرسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله الرسالة ما تتم إلا بالـ12، أنت شلون تريد تصير ببداء؟ ما يكون
كذب هذا على الله، حاشا لله تبارك وتعالى. هناك فرق أخوتي الكرام بين الإخبار وبين نسخ الأحكام، فرق واسع وشاسع بين هذا. ما نقوم به أن السماء أخبرتنا بأن هناك أئمة أوتاد الأرض، هذا ما بيبدأ بعد، ما أقدر أشرح أكثر من هذا. خليني نرجع إلى القضية. شيخنا عن أبي بصير في بصائر الدرجات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل، فأبى الله إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى عليه السلام. شنو هذا؟ واحدة من الاحتجاجات، يقولون أصلا الشيعة، وهذا هو سبب منشأ الفرقة الإسماعيلية، أن الشيعة قالوا بأن كانوا يعتقدون بأن ابن الإمام الصادق عليه السلام الذي هو إسماعيل هو الذي كان مفترض أن يكون إمام. فسألوا للإمام الصادق: شلون أنت مات الإمام في حياة الإمام الصادق، والإمام المفروض ما يموت لأنه امتداد طبيعي، وصارت فتنة. فأجاب الإمام عليه السلام: بدا الله في أمره. فنسبوا، قالوا، اتهم الشيعة بأنهم نسبوا الجهل، وحاشا لله تبارك وتعالى، وعدم وجود دليل واضح في الإمامة بعد، والإمام ما يعرف صدقه من غيره، وحاشاه على سوء الأدب. أقبل أقدام الإمام أن يسامحني، ولكن أريد أن أوضح لكم، حاش الإمام على سوء الأدب هذا عندما أقول الصدق من عدمه، حاشاه. ولكن هذا المدعى أن الشيعة هكذا، الإمام شو تسأله يقول لك بدا الله في أمره، ويطلع، يعني هذا المدعى الناصبي يطلع نفسه من الصدق. شنو هذا البناء العالي كله؟ بنوه على قضية هشة لأنهم ما فهموا هذه الرواية. الإمام سلام الله عليه بهذه الرواية مو ما يستدل على أن الشيعة أو أن الإمامة كانت في إسماعيل ثم أصبحت في موسى بن جعفر عليه السلام، ما يستدل هكذا. هنا الإمام يريد، بس القراءة هي تغير المسار كله. الإمام يريد أن يقول لنا أن الإمامة مو بيدي، الإمامة تنصيب الإمامة لا بيد رسول الله ولا بيد علي بن أبي طالب ولا بيد المعصومين، تنصيب الإمامة بيد الله تبارك وتعالى، ورسول الله منفذ لأمر الله تبارك وتعالى. الإمامة أعلى 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 مقامات. لولا أن النبي خاتم الأنبياء ورسول الله هو الوحيد اللي مقامه أعلى من الأئمة، ومن دون رسول الله ماكو واحد على وجه الأرض أعلى مقاما من الإمامة، من الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام وفاطمة. فالمقام عجيب غريب. فهنا القراءة هي التي تغير المسار. عندما يقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل فأبى، يعني شي يحتج الناصب يقول إذن بهذا اللحاظ الرواية عندكم أنتم، أصلا أنتم عندكم الإمامة في إسماعيل كنتوا ناوين وبعدين صارت في غيري، حتى أنتم عندكم مو واضحة. وطبعا يبني على هاي القراءة الخاطئة جملة من القراءات الخاطئة أو جملة من الشبهات، وحقه من يطرح الشبهة، ولكن ما من حقه لأن ما يفتهم القضية. هنا الإمام يريد أن يقول لنا في هذا الأمر أن الإمامة ليست بيدي، وإلا لو بيدي، يعني مو بيدي، لأن العرف السائد أنه يعتبرون أن الإمامة الإمام يختاره من قبله، هذا خطأ. هنا هذا دليل واضح وصريح على أن الإمامة ليست بيد الأئمة عليهم السلام، بدليل قال: فأبى الله إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى عليه السلام، يعني هو الإمام المفترض الطاعة، وهذا دليل على أن الإمامة باختيار الله تبارك وتعالى. بعد في بحار الأنوار العلامة المجلسي جزء 47 صفحة 269 الطبعة الثالثة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني. شنو يعني؟ يعني يكون لهذا هذا الذي يستدل على أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على الإمام باعتبار أن الإمام الصادق يطلبها لإسماعيل وهم. هذه الأحاديث هي أدلة قطعية على أن الإمام منصوص من الله تبارك وتعالى، بل دليل فوق دليل أن المعصوم يسأل الله والله يطلبها لغيره. وهذه الأحاديث الإمام سلام الله عليه يريد أن يبينها للناس، يريد أن يقول لهم بأن الإمام أمر وتنصيب من الله تبارك وتعالى. طيب، شنو موضوع الفرقة الإسماعيلية؟ شنو هذا الموضوع؟ أخوتي الكرام، كان الإمام سلام الله عليه في تقية شديدة، وفي زمن المنصور كان القرار أنه إذا الإمام الصادق يوصي إلى أي واحد يجب أن يقتل ذلك الشخص. فالإمام سلام الله عليه شتت الوصية ولم يفهم معناها إلا شيعته خاصة أو شيعته خاصة والمقربون من تلكم الشفرة التي استخدمها الإمام للخلاص وإنقاذ الموصى إليه من الطغيان المنصوري، من الطغيان المنصور لعنة الله تبارك وتعالى عليه. شوفوا هنا في بحار الأنوار العلامة المجلسي جزء 47 صفحة 4 الطبعة الثالثة، وهنا كثير من الناس اعتقدوا. وأنت ليش تلزم الشيعة باعتقاد الناس؟ احنا اليوم الآن نعيش 6000 جهة و 6000 واحد يدعي مدعات لا تنسجم في كتاب ولا من سنة. الآن موجودين اللي في النجف وفي قم واللي يعتبر نفسه مدري شنو، هذه كلها ضلالات وانحرافات قد تكون موجودة وعد النواصب. أنتوا الآن النواصب مو فرقة كاملة من النواصب تنبح مثل الكلاب أمام ضريح القيلاني أو غيره، حنابلة ينبحون مثل الكلاب، وعرضنا ذلك. يعني هل نقول أن النواصب ينبحون مثل الكلاب؟ هسه إذا تسأل الناصب يقول لك هؤلاء فرقة ضالة، أول ما كانوا ملبسيها برأس الشيعة والشيعي قاعد يجي مسوي. بعد ما بينا وأثبتنا من خلال العمائم والأدلة القطعية أن الذين ينبحون مثل الكلاب كانوا نواصب، بلعوها النواصب بعد قاموا ما يحجون. ولكن الآن إذا تحتج على الناس بيقول لك هؤلاء فرقة ضالة لا يمثلوننا. خب إحنا ما يصير كل فرقة ضالة تكون ممثلة للشيعة. الفكر الشيعي فكر صحيح، فكر قائم. فشاهد كلامي من ذلك أخوتي الكرام، اعتقدوا الفرقة الإسماعيلية أن الإمام في ولده الأكبر. شنو ذنب الإمام الصادق وشنو ذنب الشيعة؟ وشنو الدليل على أن الشيعة، أين الدليل على أن الشيعة خطأ؟ أين الدليل على أن الشيعة منهجهم منهج خاطئ؟ بعد الفرقة الإسماعيلية لم ينتبهوا أن الإمام سلام الله عليه لم يصرح بوضوح صراحة مطلقة، ومع العلم كان خواصه يعلمون بذلك أن الإمام في الكاظم سلام الله عليه، وذلك حفاظا على حياته. أخوتي الكرام، في بحار الأنوار العلامة المجلسي جزء 47 الصفحة 4 الطبعة 3 ينقل عن قال أتى أعرابي إلى أبي حمزة الثمالي فسأله أو الثمالي فسأله خبرا فقال توفي جعفر الصادق عليه السلام فشهق شهقة وأغمي عليه. من هو أبي حمزة؟ فلما أفاق قال هل أوصى إلى أحد؟ قال نعم أوصى إلى ابنه عبد الله وموسى وأبي جعفر المنصور. فضحك أبو حمزة وقال الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى وبين لنا عن الكبير ودلنا على الصغير وأخفى عن أمر عظيم. فسئل عن قوله فقال بين عيوب الكبير ودل على الصغير اللي هو موسى بن جعفر لإضافته إياه، وكتم الوصية للمنصور لأنه لو سأل المنصور عن الوصي لقيل
إذن شنو بهذا اللحاظ أخوتي الكرام؟ حتى نبين هذه الفقرة الثانية، أن الإمام كان في تقية شديدة، وهذه التقية تقتضي أن يخفي أمر الوصية، ورواية أخرى حتى لا أطيل عليك، أوصى إلى خمسة، الإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى خمسة نفر، من ضمنهم موسى بن جعفر عليه السلام. فأيضا نفس الرواية يقول: الحمد لله الذي دل على عيوب الكبير وأخفى عن الصغير الذي هو الإمام والوصي الحقيقي، وأوصى وأشار إلى المنصور، حتى شنو المنصور هم يعني يظل دايخ ما يعرف من هو الوصي، وهو من ضمن الذين أوصى لهم، ما يقتل روحه حتى يضيع القضية أخوتي الكرام، مع التسديد الإلهي حتى تتم مقادير الإمام أخوتي الكرام. فالإمام كان في تقية شديدة، ما كان يستطيع أن يصعد على المنصة ويقول: أيها الناس، أن من بعدي هو، النصوص تحكم، النصوص تبين أن الوصي هو موسى بن جعفر، ولكن الناس غافلة. فمن هنا نشأت الفرقة الإسماعيلية، أنهم اعتقدوا أن الابن الأكبر، مو أن الإمام قال. هناك فرق بين اللفظين، اللفظ الأول أن الإمام أوصى، واللفظ الثاني هم اعتقدوا أن الإمام في ولده الأكبر إسماعيل. شنو ذنب الإمام؟ وهذا في آخر حياة الإمام سلام الله عليه، أوصى إلى ابنه عبد الله وموسى وأبي جعفر المنصور. شلون هاي ترهب؟ لأن يريد أن يضيع الموصى إليه الحقيقي لإنقاذه من قتل المنصور. بعد أخوتي الكرام، شنو قضية البداء؟ أخوتي خلوني أقول لكم قضية، يعني في تفسير نور الثقلين الشيخ الحويزي جزء الرابع صفحة 420 الطبعة الرابعة، روي عن الصادق عليه السلام قال: ما بدا الله بداء كما بدا له في إسماعيل إذ أمر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم. أخوتي الكرام، وحتى الروايات التي عندنا بحار الأنوار جزء 37 صفحة 13 طبعة 1983، أعطيك هذني حتى أريد أشرح لك: ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل فإنه على غير ما توهموه أيضا من البداء في الإمامة. إن الله عز وجل كتب القتل على ابني إسماعيل، على ابن إسماعيل. هسه هذا أشرحه. الإمام أولا شنو البداء؟ أخوتي الكرام، بينت لكم ثابتة كبرى. هسه الموضوع صعب لعله دسم، بس هذا بعد هذا اللي نقدر عليه. إذا ما تفتهمون شيء اكتبوا لي وأنا أجاوبكم. البداء، أصل الخلاف بيننا وبين النواصب أن النواصب لا يقبلون منا تعريف البداء. البداء هو إظهار الخفي من أمر الله تبارك وتعالى، ليس التغيير وليس التبديل. ونحن نتفق مع النواصب أن الله عز وجل في الأحكام والتشريعات يكون البداء، ولا يكون في القضايا الأصول، في الأصول وفي الأخبار، لأنه يكون كذبا، وهذا نحن نتفق عليه اتفاق يعني كبير جدا. ولكن المفهوم فيما بيننا وبين النواصب أن البداء تعريفه خاطئ عند النواصب، لأنه عندنا البداء هو إظهار الخفي من أمر الله تبارك وتعالى، وليس تغيير في علم الله تبارك وتعالى، وليس تغيير في علم الله تبارك وتعالى. يعني يقول في التوحيد الشيخ الصدوق صفحة 336-337 طبعة تصحيح وتعليق سيد هاشم الحسيني الطهراني، يقول: والبداء ليس من ندامة، وهو ظهور أمر. يقول العرب: بدا لي شخص في طريقي، أي ظهر. قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني شنو؟ أي ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومتى ظهر له؟ يقول هو
ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبده من عبد صلة صلة لرحمه زاد في عمره، ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره، إلى آخره. ومن ذلك قول الصادق عليه السلام: ما بدا الله بدا كما بدا له في إسماعيل ابني. شنو القضية؟ يقول: ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني، إذ اخترمه قلبي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي. شوف الجد واضح أخوتي الكرام باطلاعك إلى الروايات، وكل الروايات صح، ما عندي ضعيف. هذا التقسيم كفر، هذا التقسيم كفر، خاف يضحكون على عقولكم ويتشاطرون. هذا التقسيم الضعيف وما ضعيف هذا كفر على كل. وقد روي لي من طريق أبي الحسن الأسدي رضي الله عنه في ذلك شيء غريب، يقول: وهو أنه روى أن الصادق عليه السلام قال: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي، إذ أمر أباه إبراهيم بذبحه. هذا في قضية إبراهيم. يقول في بحار الأنوار، يقول: احتجوا بقول أبيه ما بدا لله في شيء كما بدا في إسماعيل، قلنا: فلا يقع منه البداء في الإمامة. تنتبه، في بحار الأنوار الجزء 37 صفحة 13 1983 يشرحه، يقول: فأما الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، فإنها على غير ما توهموه أيضا من البداء في الإمامة، وإنما معناها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل كتب القتل على ابني إسماعيل مرتين، فسألته فيه فرقا فما بدا له في شيء كما بدا له في إسماعيل، يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا فصرفه عنه بمسألة أبي عبد الله عليه السلام. فأما الإمامة فإنه لا يوصف الله عز وجل بالبداء فيها، وعلى ذلك إجماع فقهاء الإمامية. أرجع إلى قناة الناصبية في هذا رمضان في الأيام الأولى، اتهموا الشيعة اتهام مباشر بأنهم يقولون بدأ الله في الإمامة، ورووا رواية، وهاي الرواية شوف شلون تنفي. لأنهم فسروا البداء في قضية إسماعيل أنه قضية للإمامة، هذا بعد من الجهل، هذا مش يسوي له بعد. لأنهم ما عندي وقت أو أعرض لكم الفيديو. إذن عند الإمام الصادق عليه السلام، أعرف الأمور شبشت عليك، أنا المفروض ما أخلط بين البداء وبين الإمامة وبين الفرقة الإسماعيلية، كان المفروض أفصلها، لكن أنا راح أسوي سامورايز، يعني راح ألخص لك. أولا، البداء الذي يقع هو ليس تغيير في علم الله، بل هو إظهار الخفي من أمر الله تبارك وتعالى، وهذا جدا واضح كما بينت في القرآن وغيره. وثانيا، البداء في الإمامة عند قوله ما بدا الله كما بدا في إمامة إسماعيل، أنه قدر له الموت وسأل الإمام عليه السلام مرتين الله عز وجل ذلك، لأن الإمامة لا بداء فيها كما يقول في بحار الأنوار إجماع الفقهاء الإمامية على ذلك. الأمر الآخر، منشأ الفرقة الإسماعيلية أنهم اعتقدوا أن ولد الإمام الصادق الأكبر هو الإمام، هم اعتقدوا، ولهذا ليس أنت تجي تحمل الفكر الشيعي على ذلك. بعد، التقية الشديدة التي كان يعيشها الإمام الصادق عليه السلام، بأنه حتى عندما استشهد صلوات ربي وسلامه عليه أوصى إلى 5 رواية تقول، ورواية اللي أنا ذكرتها 3 أراد، من ضمنهم الإمام موسى بن جعفر، خواصه عرفوا أن الإمام أوصى إلى موسى بن جعفر، ولكن أراد أن يخفي عن هذا بقوله وأخفى عن ذلك شيء عظيم. هاي أخوتي القضية الملخصة في يعني في قضية البداء. هنا يقول في أيضا في بحار الأنوار نفس المصدر أعلاه قوله: وذكرت إسماعيل هو إسماعيل بن جعفر بن محمد الباقر عليه السلام،
وكان رجلا صالحا فظن أبو بصير وغيره من الشيعة أنه وصي لأبيه بعده فلذلك قال الصادق عليه السلام بعد موته ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. وليس معناه أن الله تعالى رجع عن الحكم بإمامته بعد أبيه وبدا له بداء ندامه، كيف وقد قال عليه السلام من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامه فهو عندنا كافر بالله العظيم. يعني من يعتقد عندنا بأن الله يبدو يعني يندم والعياذ بالله أو ما كان يعرف وعرف، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. إذن شنو؟ بل معناه ما أشار إليه الصدوق رحمه الله وحاصله أن الله تعالى ما أظهر شيئا كان مخفيا للخلق، مثل ما أظهر من عدم إمامة ابن إسماعيل إذ اخترمه وأماته قبلي ليعلم الناس أنه ليس بإمام بعدي. أكو أوضح من هذا؟ فخلي في بالك البدء هو إظهار الخفي من أمر الله. هاي الرواية احفظها، عندما يقول مهمة جدا أن الله تعالى أظهر شيئا كان مخفيا للخلق مثل ما أظهره من عدم إمامة ابن إسماعيل. كيف أظهر الله عدم إمامة ابنه إسماعيل؟ بأنه أماته قبل الإمام الصادق عليه السلام حتى يعلم الناس أنه ليس بإمام. الفرقة الإسماعيلية شذوا، انحرفوا، شو تسوي لهم يعني؟ تجي أنت تقول الشيعة غلط؟ ما يصير هذا. يعني أفكار الناس فكروا وشذ. ناصبي هذا واحد مو إمام جامع، ناصبي أصبح ملحدا والعياذ بالله. يعني شنو أنا أجي أحمل النواصب أقول أن كلكم والعياذ بالله ملحدون؟ لأنه يعني أكفد مقاييس في الكلام، ما أريد أضيع الوقت. فبهذا اللحاظ أخوتي الكرام، إمامة إسماعيل ليس كان بإمام، ولم يشر إليه الإمام الصادق لا من بعيد ولا من قريب، إنما الإمام يؤكد أنه طلب من الله حتى يعرف الناس أن الإمامة ليست بأمر أحد إلا من الله تبارك وتعالى، فأبى الله إلا لموسى بن جعفر. وأما البداء فالله أظهر الخفي عن العباد بأنه أمات. أولا الإمام مرتين سأل الله تبارك وتعالى أن لا يميته، أماته الله تبارك وتعالى حتى يظهر الخفي من أمره بإمامة موسى بن جعفر، حتى يعلم الناس أن هذا إمام ومات في حياة أن إسماعيل مات في حياة الإمام، إذن هو ليس بإمام. فالبدء أيضا هو إظهار الخفي من أمر الله تبارك وتعالى. هذا ملخص. هسه ما أدري أنت افتهمت أو ما افتهمت، عندكم شيء اكتبوا لي. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.